بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ صدق الله العظيم. ثم كان الإنسان قبل أكثر من 5000 سنة عزف إنسان وادي الرافدين أول ألحانه الخالدة على قيثارة أور. بوابة المسقى ماشكي. تقع هذه البوابة إلى الشمال من تل قوينجاق بمسافة 200 متر تقريبا. واجهتها باتجاه الغرب حيث كانت تجابه نهر دجلة. تقوم فوق مصطبة مبنية من الحجر، وقد رصفت أسسها بشكل صفوف مدرجة من الحجارة المهندمة الأطراف والخشنة الوسط. كل صف يبرز عن سابقه بمقدار 25 سنتيمترا. هذا الأسلوب في رصف أحجار الأساس ابتكره المعمار الآشوري ليلائم طبيعة الموقع، إذ أن هذه البوابة كانت تطل على نهر دجلة، ومثل هذه الطريقة في البناء تناسب تغيير مستوى المياه من حيث الارتفاع والانخفاض في هذه المنطقة، حيث كان نهر دجلة ملاصقا لهذه البوابة.
تشير إحدى الكتابات التي وجدت في هذه البوابة إلى أن بانيها هو الملك سنحاريب. تعرضت هذه البوابة إلى تجاوزات كثيرة، حيث سرقت أحجارها وأطمست معالمها. وقد بذلت البعثة الآثارية العراقية جهداً كبيراً في الكشف عن الدلائل المعمارية التي استرشدت بها في تحديد مرافقها ومعالمها. استظهرت البعثة 4 أبراج، 2 منها إلى شمال المدخل و2 إلى جنوبه. المسافة بين كل برجين تقدر بحوالي 12.5 متراً، ذلك استناداً إلى ما تبقى من الأحجار الأصلية لهذه الأبراج. في أواخر أيام أسرحدون، عين ابنه الأصغر آشور بانيبال ولياً للعهد. أنا آشور بانيبال، قد خزنت في عصري حكمة آبو، واستوعبت ما في الألواح المدونة، كل ما فيها من خفايا ومشاكل. هذا هو أعظم الملوك الآشوريين يتحدث عن نفسه. فبالإضافة إلى اهتمامه بالأعمال الحربية، فقد كرس جهوده في الدراسات الثقافية والدينية والعلمية. جداريات قصره نقلت جميعاً إلى المتحف البريطاني، وكذلك ألواح مكتبته الشهيرة. ثم سقطت نينوى حين تولى العرش بعد آشور بانيبال ملوك ضعفاء. الثور المجنح أحد أبرز المنحوتات الآشورية. من أين يأتون بحجارته؟ كيف يقطعونها بالأحجام المطلوبة؟ وكيف يصلون بها إلى المدن الآشورية؟ لنذهب الآن إلى مدينة بلط الآشورية، والتي تسمى الآن أسكيموسل، والواقعة على الضفة الغربية لدجلة. إنها مكان مقالع الأحجار. من هنا كانوا يستخرجون الحجارة الضخمة، فهل كانوا ينقلونها إلى المدن الآشورية لنحتها؟ هناك من يرى أن الآشوريين كانوا يقومون بنحت تماثيلهم في نفس هذا المكان. الناس هنا ما زالوا يقطعون الحجارة الضخمة بطريقة بدائية، يبدو أنهم ورثوها عبر تاريخ طويل. لنرافقهم وهم يقطعون هذه الكتلة الصخرية الكبيرة. هكذا كان يفعل الآشوريون، ثم يقومون بنحت ما يريدون. ولكن كيف يمكن نقل هذه المنحوتات الضخمة إلى مدنهم الرئيسة مثل آشور وكالح ونينوى ودورشوروكين؟ كانوا ينتظرون موسم الفيضان ليضعوا هذه التماثيل فوق طوافات
أكلاك كبيرة تحملها مياه الفيضانات إلى حيث يريدون. أسكيموسل، هذه المدينة يدعوها سكان الموصل اليوم بأسكيموسل، أي الموصل القديمة، وكانت تدعى بلد. هي إحدى المدن العربية الإسلامية التي ازدهرت في العصر العباسي، فأخذت أهميتها من عدة عوامل، في مقدمتها الموقع. تقع على ضفة نهر دجلة الغربية، وتمثل نقطة في طريق الأناضول وطريق بلاد الشام، لقربها من جزيرة ابن عمرو. أطلق عليها الآشوريون اسم بلط أو بلطاي، حيث أشار الملك الآشوري سرجون أنه قام بجلب القطع المرمرية التي زين بها قصره من مدينة بلاطو أو بلاطي، كما تشير المكتشفات الأثرية أنه كانت هناك مستوطنات تعود إلى عصر حلف والعبيد، خاصة في الجهة المطلة على نهر دجلة. أما من المدينة الإسلامية فقد تم استظهار مسجد المدينة الكبير وما يعرف بدار الإمارة وخان المدينة الكبير ويسمى خان القطن، وكذلك تم استظهار أحد الحمامات الشعبية المزدوجة للنساء والرجال، ثم مجموعة من البيوت والقصور ومجموعة من المدافن وأحد المراقد المهمة في المدينة. أعمدة رخامية وغرف وسراديب وأواوين هي بلا شك صورة من بيوت الموصل التراثية التي لا زال الكثير منها عامراً بعمارته وسكانه. هذا الجسر أو بقايا جسر يقف وحيداً في هذا المكان فوق هذا المجرى المائي، بلا شك هو جسر إسلامي، ولكن ليس لدينا الآن غير أن نقف أمامه متأملين قليلاً دون أن يتوفر لدينا معلومات كاملة عنه. يدعوه الجميع بالجسر العباسي. يبدأ الفن حاجة وينتهي إبداعا. هذه الأزياء التي تحمل من الفن والإبداع في الفن ما يجعلنا نتساءل، هل يحتاج الإنسان الملابس لتقيه حر الصيف وبرد الشتاء، أم يحتاجها ليبهر بها عيون الناظرين إليه؟ في حاجته الأولى يحاول الإنسان تلبية مطلب ضروري للحفاظ على جسمه من لفح الصيف والشتاء، وحين استطاع أن يوفر لنفسه هذه الحاجة ولو من جلود الحيوانات في بداية الأمر، يلقيها على جسده بشكل أو بآخر. بدأ يفكر بتطوير هذه الوسيلة، بدأ عملية ربط قطعة بأخرى، ثم بدأ بخطوة أخرى وأخرى حتى أصبح الشاغل هو الفن في صناعة الملابس وليست الحاجة في شكلها البدائي. ألوان زاهية، زخارف مختلفة التكوين، جماليات وإبداعات لا علاقة لها في شدة البرد وشدة الحر، إنما وظيفتها فتنة العين، فتنة عين الناظر إليها
وكسب إعجابها. هذا ما تقوله لنا هذه الأزياء. ثلاثة أو أربعة من المصادر أعطتنا هذه الحصيلة من الأزياء العراقية القديمة. أول هذه المصادر الألواح التاريخية المنحوتة نحتاً بارزاً، والتي كانت تزين الأجزاء السفلى من جدران قاعات وحجرات القصور. أما ثاني هذه المصادر فهو الصور الجدارية في المباني التاريخية المتفرقة والمنتشرة في الحواضر القديمة. ثالث المصادر الأختام الإسطوانية وما حوته من رسومات لملامح الأزياء في عصورها. أما المصدر الرابع فهو موهبة السيدة كابريلا شوليوك المتخرجة من أكاديمية الفنون الجميلة في بودابست، والتي رسمت بريشتها هذه الأزياء عن الألواح السومرية والبابلية والآشورية. وعلى حقبة طويلة من الزمن تمتد من 2350 قبل الميلاد تاريخ تأسيس الدولة الأكادية حتى سنة 1160 قبل الميلاد، وهو سقوط الدولة الكيشية، حيث ظهرت خلال هذه الحقبة شعوب عديدة في الشرق. ولكننا سنطلق على مجموع أزياء هذه الحقبة مصطلح الأزياء البابلية، لأن معظم البابليين من الشعوب الجزرية، وكانت دولتهم من أهم الدول التي قامت خلال هذه الحقبة سواء في العهد البابلي القديم أو الحديث. يجب أن نذكر أيضاً أن الأزياء القديمة ليست معروفة بدرجة كافية تمكننا من معرفة أسمائها ومادتها، ولقد حاولنا أن نحصل على بعض الحقيقة في هذا الموضوع. الأزياء في كل مجتمع من المجتمعات تختلف في أشكالها وألوانها ووظائفها عن أزياء المجتمع الآخر. فلماذا هذا الشكل؟ ماذا يعني هذا اللون؟ ما وظيفة هذه القطعة من الزي؟ كل هذه الأسئلة بحاجة لدراسة متعمقة لحل ألغازها. غير أن ما نعلمه جميعاً أن الإنسان لبى حاجته التي أحس بها في تغطية جسده، ثم بعد أن أنجز ذلك بدأ بإعطاء كل جزء من أجزاء الملابس وظيفة وشكلاً ولوناً. وتطورت هذه الأزياء مع تطور حضارة الإنسان، بل نستطيع أن نقول إنها تعقدت كثيراً، فأصبح إنتاج زي من الأزياء يحتاج إلى كثير من التفكير في التفصيل والنقوش والطيات ليلائم الوظائف الاجتماعية لصاحب الزي.
فللملوك أزياؤهم، وللكهنة أزياؤهم، وللمقاتلين كذلك أزياؤهم، ولكل طبقة من طبقات المجتمع ما يلائم عمله في مجتمعه. أما بالنسبة للأزياء الآشورية فقد اعتمدنا نفس المصادر الأربعة التي اعتمدناها في الأزياء البابلية، إلا أن المعطيات الآثارية كانت أكثر توفراً وأكثر دقة، حيث استطعنا تحديد بعض الألوان التي يرتديها الملوك والقادة وكبار الضباط، وذلك عن طريق الألوان المتبقية على المنحوتات والصور الجدارية، حيث استطعنا في بعض الحالات معرفة المادة المصنوعة منها تلك الأقمشة التي كانت مزينة بوحدات زخرفية من الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الأخرى. وهناك دلائل واضحة في النحت الآشوري، حيث اتبع الفنان أسلوباً متطوراً في فصال الملابس، فأخذ يطعمها بقطع زخرفية مغايرة لأرضية القماش الأصلية بالطريقة المعروفة بالتخريج في فن الخياطة، وبهذه الطريقة تطرز الملابس بأشكال هندسية كالدوائر والمربعات المتداخلة وغيرهما كالنجوم والأزهار. حاول الفنان الآشوري إبراز الزخارف التي تزين الألبسة، وأطنب في أظهارها، وترك لنا أسئلة كثيرة على الفصال، حيث يصعب أحياناً معرفة أشكال الأجزاء التي تلبس، إضافة إلى الرداء كالأجزاء الأخرى المضافة والتي تغطي الكتف أو العجز أو الصدر. ويمكن أن نتهم الفنان الآشوري بعدم معرفته بطيات الملابس، إذ لم يظهر شيئاً منها. إن هناك تطوراً مستمراً في الفن للوصول إلى الواقعية، يمكننا ملاحظة ذلك إذا تفحصنا المنحوتات الآشورية التي جاءتنا من العهد الآشوري الوسيط، كما نستطيع أن نتبين ميلاً إلى التمثيل الواقعي من حيث تفاصيل الجسم والحركة والأزياء، ونستطيع أن نلمس هذا التطور لو أننا قارنا بين الألواح الآشورية في عهد آشور ناصر بال الثاني 883-859 قبل الميلاد، وبين الألواح الآشورية في زمن آشور باني بال 669-624 قبل الميلاد.